نظم مركز الطفل للحضارة والإبداع احتفالية لتكريم الأم المثالية، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يوافق اليوم. تفاصيله أكثر في التقرير التالي. في 21 من مارس في كل عام تحتفل معظم الدول العربية بمناسبة عيد الأم، ولذلك أقام مركز الطفل للحضارة والإبداع حفل كبير للاحتفال بهذه المناسبة ولتكريم الأم المثالية، وقدمت رابطة أولاد مامانونة استعراضات وفقرات مختلفة طوال اليوم. أقول لهم كل سنة وانتوا كلكم طيبين، وأقول لهم مصر بيكوا هتبقى أقوى، لأن الأم هي عمود المجتمع. متكرمة من قبل جمعية المقطم لحقوق الإنسان كأم مثالية، ده نظرا لظروفي، لأن أنا كان معايا 5 ولاد، وكان باباهم يعني توفاه الله، وأنا اللي بربيهم ووصلتهم للجامعات. عندي 3 في الجامعة وعندي مرحلة إعداد. مشاعر صافية من جوه، يا أجمل نسل من حواء نبع محبة كله حلال. النهاردة إحنا بنحتفل بعيد الأم، أنا من رابطة أولاد ماما نونة. أنا وأحمد الجندي كنا بنقدم شعر وغنى مع بعض. الرسالة بتاعتنا إن إحنا بنوصل يعني قيمة الأمهات، وإن في ناس كتير يعني مفتقدين أمهاتهم، يعني بتبقى في حياة يعني شوية من البؤس و... حنان خديني طهريني واغسليني من الأحزان، يا أصل الكون يا طهرة يا جنة الإنسان. تسمحيلي يلي طول عمرك دليلي، مهما كان الليل طويل يلي دايما ترسميلي، بالنهار والدنيا ليه أمي حب الكون ده كل جنب حبك شيء هزيل. أمي ممكن تسمحيلي أعترف لك بالجميل واشتكي لك ضعف حزي جوا حنك يا ما شلت، ليش دكيتي بيوم وقلتي مهما حملك كانت ايه؟